بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده على قناه خفي الشبكه العنكبوتيه. سوف نرى حل مشكله تثبيت اضافه او تثبيت الجافا على الجهاز الخاص بك. طبعا بالنسبه لي تثبيت الجافا وازاله اصلا تثبيت الجافا، بالنسبه لي ازاله تثبيت الجافا اذا اتيت الى هنا مثلا كنترول بانل اللي هو التثبيت العادي جدا، والتثبيت او ازاله التثبيت الروتينيه اللي بيعرفها الجميع. مثلا اذا اتينا الى هنا زي ما قلت لك في الكنترول بانل، اتينا الى ازاله البرامج ورحت انت ازلتها من هنا بالشكل العادي، راه مش راح تثبت او مش راح تحذف لديك الجافا الخاصه بك، لان بيتبقى فيها بعض الملفات، ولما تجي بتحملها مره ثانيه وبتثبتها بتظهرلك رسائل خطا مثل هنا ايرور جافا عن انستالار او شيء من هذا القبيل، لان بعض الملفات ما تزال عالقة. الطريقة الصحيحة لإزالة تثبيت الجافا أنك أنت تأتي إلى تحمل هذا البرنامج اللي هو الآيبود انستالار، سوف أضع رابطه أسفل هذا الفيديو في المدونة. قمت من قبل وشرحت طبعا هذا البرنامج، ومن خلال هذا البرنامج انطلاقا منه أنت بتثبت أو بتزيل تثبيت الجافا، وبتحذف أيضا بتعمل فحص عميق وبتحذف أي ملفات أخرى. المهم بالنسبة هذا عن طريق هذا البرنامج، هذا بالنسبة لإزالة التثبيت. أنت بتبحث عليه وين موجود الجافا، مثلا سوري الجافا في الجهاز الخاص بك وين موجودة. إذا كانت موجودة هنا بتعلم عليها مثلا هكذا وبتعطيها يعني نستل من هنا، وسيتم إزالة تثبيت الجافا بالشكل الصحيح وحذف جميع الملفات اللي بتبقى. إذا طلب منك أنك أنت هل تريد حذف أي ملفات تشغيل لا تزال موجودة، بتوافق وبتعطيه نعم أريد حذف تلك الملفات، وخلاص بتحمل الجافا عادي من الموقع الرسمي. أما إذا كنت أنت أزلتها بالطريقة العادية وحاولت أنك أنت تنصبها من جديد وظهرت لك هذه الخانة، فهنا أنت راح تدخل في موضوع تاني، حل بسيط جدا أيضا، الحل الخاص به سهل للغاية. أولا تدخل إلى هذا الموقع، سوف أضع رابطه أسفل هذا الفيديو في المدونة الخاصة بنا لتحميل هذه الأداة اللي هي Download Everything. تأتي بتحمل إذا كان 64 أو الداونلود عادي اللي بيقبل 32 و64، أنت حر المهم بتحمل هذه الأداة على الجهاز الخاص بك. بعد ذلك طبعا هذا هو شكل تثبيت الأداة، هذه رسالة الخطأ لم نعد في حاجة إليها. تمام، من هنا بتختار اللغة اللي حضرتك عاوزها. أنا أفضل أنك أنت طبعا تترك على الإنجليش، تعطيه على الأوكي، أي أجري، تثبيت عادي جدا، نكسيت، تعطي هكذا انستال، بتخلي كل شيء مثل ما هو هكذا. انا افضل انك انت تترك كل شيء. هنا بتنتظر طبعا على حسب سرعه الجهاز الخاص بك الى ان يكتمل من عمليه تثبيت هذا البرنامج على الجهاز الخاص بك، بتعطيه على الياس. هنا سيبدا التشغيل مباشره. هنا طبعا بيقول لك اللي انت عاوز انك انت تبحث عليه ما هو، اللي احنا الان عاوزين نبحث عليه ما هو. نحن طبعا الان كل ما يهمنا هو الجافا ومشكلة الجافا، لذلك سوف نأتي إلى هنا ونكتب له أن المشكلة الخاصة بنا هي جافا. تمام، من هنا زي ما أنت شايف أنا الآن إذا أتيت أنت إلى انتبه جيد لما سوف أقوم به هنا، الخطأ اللي الناس مش فهمت. تأتي إلى الكنترول بانل إزالة البرامج، إذا بحثت هنا في البرامج اللي مثبتة هي عندي المفروض أنها مثبتة، فمش موجود أصلا لدي الجافا. لكن إذا بحثت من خلال هذه الأداة تجد أن فعلا موجودة الجافا، الجافا موجودة. إذن مازال فيه ملفات متبقية في الجهاز الخاص بي، وهذا المسبب للمشكلة. لذلك سوف أقوم بإزالتها عن طريق هذا البرنامج، عن طريق هذه الأداة. طبعا البينك مابس جافا سكريبت هذا أتركه، مالكش علاقة به. تأتي هنا بتعلم على أي ملفات بتجد أمامها كلمة جافا هكذا بهذه الكيفية، تأتي بتنقر عليها هكذا، أي شيء موجود أمام الجافا بتنقر عليه بهذه الكيفية. تمام، بتبحث هكذا واحدة واحدة. مثلا هنا أنا موجود أيضا موجود هذا الخيار جافا 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 ويندوز أيضا. تمام، أنا سأنزع جميع الخيارات اللي أمامها خيار الجافا، أو جميع الملفات اللي أمامها خيار الجافا، لكي أقوم بحذف كل شيء خاص بالجافا. تمام، هكذا 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 بهذه الكيفية. المهم بتروح معلم على جميع هذه الخيارات اللي أمامها خيار الجافا. أوكي الآن تمام، أوكي هكذا بهذه الكيفية تكس الجافا. هذا يمكن أنك أنت تتركه لأنه مجرد صورة. تأتي بتقف عليه بعد ذلك بهذه الكيفية وبتعطيه على ديليت، ومن هنا تعطيه على هذا الخيار. تمام، تم حذف الملفات اللي قبل أن هي تحذف.
الآن عملية تحميل الجافا وتثبيتها سوف نرى الطريقة الصحيحة لتثبيت الجافا. طبعا أنت عندما تقوم بتثبيت الجافا أو تحميلها مباشرة في البداية عندما تدخل على الموقع الرئيسي للجافا بتحدث فيه حركة معينة. إذا أتيت إلى هنا لفري داونلود، هذه هي الناس جميعها مش واخدة بالها منها، بتأتي إلى هنا وبتحمل المجلد الصغير وبعد ذلك تأتي بتعمل لها تحميل أونلاين. لا، هذه الطريقة أبدا غير ناجحة، اللي هو ملفها أو الحجم الخاص به هو 1 ميجا فاصلة 77. نحن كل ما يهمنا هو الأوفلاين أنستالر. انتبه جيدا، بتجدها هنا أو ابحث عنها هنا 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 إذا كان تغير واجهة الموقع، وأنا سأضع لك رابط مباشر للنسخة الأوفلاين. تضغط على ضغطة واحدة هنا زي ما أنت شايف أوفلاين أنستالر، كل ما عليك أنك أنت تقوم بالنقر عليها هنا هكذا بهذه الكيفية وسيتم تحميلها. أنا سبق من قبل وحملتها أوفلاين، هذه هي. كل ما عليك بعد ذلك أنك أنت تقوم بالنقر عليها نقرة واحدة هكذا بهذه الكيفية. انتبه جيدا، هذه الكيفية هكذا. التثبيت عادي جدا، هو انستال. تنتظر هنا عملية الانستال على حسب سرعة الانترنت، على حسب سرعة الجهاز الخاص بك. زي ما انت شايف الان قبل عندي يقول لي you have successfully installed Java، يعني انا نجحت في تثبيت الجافا بعد ما كانت تظهر لدي رسائل خطأ اللي مش معروف السبب الخاص بها، واللي فهمتك انا ان السبب الخاص بها هو الملفات المتبقية اللي سبق وحذفناها. طبعا عملية الحذف انت بتحذف اذا طلع لك انه هو لا تستطيع انك انت تحذف مثلا الملف، وبتعطيه على سكيب 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 او تخطي الى ان يحذفوا الملفات اللي هي قابلة للحذف. المهم هذه الطريقة الأولى والطريقة الصحيحة والطريقة الأشمل والأفضل لحل مشكلة الجافا. لكن فيه طريقة تانية للناس اللي هي لسه لم تقم بإزالة تثبيت الجافا وإعادة تثبيتها. إذا كنت أنت تريد أن تزيلها وتريد احتمالية أنك أنت تثبتها في المستقبل، فأنا سوف أريك إما زي ما قلت لك عن طريق برنامج الأيبود أنستالر أو عن طريق هذه الأداة الثانية اللي راح نشوفه طريقة استخدامها. تمام، بتدخل طبعا إلى هذا الموقع، سوف أضع رابطه أسفل هذا الفيديو في المدونة الخاصة فينا، هنا بيبين لك الفرق بين النسخة الفري والبرو والبرو بروتيل. أنت طبعا يمكنك أنك أنت تحمل الفري داونلود، إن كل ما نحتاج إليه في هذه الأداة هو الجافا لا أكثر ولا أقل، ومن هنا سمح لنا بإزالة تثبيتها بشكل صحيح وإعادة تثبيتها بشكل صحيح مجانا. المهم بتضغط عليها الداونلود، الخيار هذا بتضغط عليه داونلود من هنا، بعد ذلك بيدخلك إلى هذه الصفحة بتعطيه على الداونلود. هنا الروف انستالر، ثواني معدودة وسيتم طبعا تحميل الجافا على الجهاز الخاص بك. هنا بيقول لك شكرا لعملية الداونلود، أنا سبق من قبل وحملتها لذلك سوف أعطي على الإلغاء. بعد ذلك طبعا هنا بفيديو توضيحي لعملية الانستاليد. أنا هذا هو البرنامج بعد أن قمت بتحميله، بتضغط عليه ضغطة واحدة هكذا لكي نقوم بعملية التثبيت العادية جدا، بتعطيها على الأوكي. من هنا كالعادة بتختار اللغة، بفضل أنك أنت تتركها على الإنجليش، بتغير الخيار هذا إلى أكسبت، بتعطي الخيار هذا هنا 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 وبتستنى إلى أن يتم تثبيت هذا البرنامج. بريم الصغير جدا جدا جدا، بتترك هذا الخيار زي ما موجود هنا لكي يقوم بالعمل مباشرة. تضغط عليه ضغطة واحدة هكذا. الآن من هنا واضح جدا البرنامج لا يحتاج إلى أي شرح. تأتي من هنا وبتقوم بتحديد الجافا من الخيارات الموجودة لديك هنا، وبتعطى على يعني نستل أو اللي هو حذف البرنامج أو إزالة تثبيت البرنامج، وبتتبع طبعا الخطوات العادية في عملية إزالة التثبيت. إذا طلب منك أنك أنت تحذف بعض البرامج بتحذفها، وبتدخل من جديد إلى هنا. إذا ما قمتش أنت بعمل هذه الخطوة طبعا النسخة الأوفلاين أنت بتحملها على الجهاز الخاص بك زي ما وريتك، وبتضغط على دبل كليك أنستال ورح تحمل لديك مباشرة 100%، ما فيهاش أي مشاكل ما فيهاش أي خطأ. المهم هذا هو الموضوع بكل اختصار بكل أريحية، هذا هو الحل الجذري والحل الصحيح لمشكلة الجافا سكريبت اللي هي بتحدث عند الكثير جدا من الناس. زي ما فهمتك راه المشكلة هذه مصدر، أو أنا آسف طبعا ممكن طولت شوية في الدرس، ولكن المشكلة هذه العادية جدا من الناس تبحث عليها وبتضل ساعات وساعات وساعات يعني، وبتأرقها في اللي حتى ما بيعرفش يوصل للحل، فبيتخلى عن بعض البرامج أو بعض الأدوات اللي هو بيحتاجها وبيبقى يعاني في هذه المشكلة. المشكلة هذه زي ما فهمتك هي الحل الخاص بها، أنك أنت لما أزلت التثبيت ما رحتش زايلة عن طريق إحدى البرامج اللي أنا وريتها لك، اليابوتيان ستلال أو الروف جافا، أنت رحت حملت أو رحت
رحت قمت بعملية إزالة التثبيت من خلال الويندوز أو أداة الويندوز العادية، واللي هي بتترك لك ملفات تانية في قلب النظام الخاص بك، ولما جيت تثبت من جديد تدرك كارثة الخطأ. هذا هو الموضوع بكل اختصار بكل رياحية. واجهتك أي مشكلة في موضوع الجافر في غيرها، ضع تعليق أسفل هذا الفيديو راح أرد عليك مباشرة أونلاين 24/24، فقط كلمني وإن شاء الله سوف أقوم برد عليكم مباشرة. الآن لا تنسى الضغط على زر الاشتراك في هذا الفيديو، أيضا لا تنسى دعمنا بلايك ومشاركة هذا الفيديو مع أكبر عدد من الناس وعلى أوسع نطاق لكي يستفيد الجميع. أيضا لا تنسى الالتحاق بصفحتنا على الفيسبوك. سلام، أستا لا فيستا.